المولى الغفور حدثيني يا صحاري من عبر أول
الشخصية القادمة في الحلقة القادمة أيضا سيد من سادات التابعين ورجل من كبارها ومن قاداتها. هذا الرجل العالم العابد الزاهد كانت له بنت. هذه البنت كان الخلفاء يتمنونها، الخلفاء يتمنونها لأبنائهم، وكان يأبى، وكان يأبى هذا التابعي، وزوج ابنته لإنسان فقير طالب علم عنده. لما ماتت زوجته زوجها ابنته وترك ملذات الدنيا وزهد فيها. من هذا التابعي؟ وما قصة تزويجه ابنته؟ وما قصته مع الخلفاء؟ هذا موضوع حديثنا في الحلقة القادمة. كونوا معنا بشخصيات وعبر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية لجنة تعليم الإسلام. إنهم كالطيب يهدي، يهدي للقلب السرور، أخلصوا قولا وفعلا واتقوا يوم النشور، عزمة الإيمان فيهم أقوى من كل الصخور، من خطاهم لجنة التعريف تقبل.